انا عايز اكسب الزمن عشان عندنا ناس حقيقه البرنامج ده مليان شديد. يا جماعه محمد الحاج موجود؟ لانه عندنا محمد الحاج من ابو ظبي، وعندنا لقمان من كاليفورنيا، وعندنا ادم من السعوديه، وحسين من محمد الحاج. انت موجود؟ طيب نحن نمشي طوالي لاخونا لقمان عرجه. لقمان انا هعمل لك الشير، افتح لك اول حاجه الشير قبل ما نقدمك عشان تكون جاهز. طيب لقمان يا جماعه استاذ محاضر في جامعه كاليفورنيا بيركلي في امريكا في كاليفورنيا، وبرضه كلمتين نقول عنه. لقمان من اولاد دارفور، اتولد في دارفور ودرس البكالوريوس الاول. هلأ عندك اثنين بكالوريوس يا لقمان صح؟ الاول في جامعه جوبا، واحد عندك اثنين ماجستير. يس. طيب ما شاء الله. One MSCC and one is called Professional Master of Architecture. ممتاز. Which is absolutely different than MSCC. ممتاز. انت بعدين اشرح لهم بس سريع. الاولى عمل البكالوريوس في جامعه جوبا، ومش عمل ماستر حيشرحوا لنا في نيويورك، وبعد ذاك مش عمل ماجستير في بيركلي في كاليفورنيا. وبيركلي دي يا جماعه اتكلمت عنها انا قبل كده في واحد من المؤتمرات، فيها اكبر برنامج بتاع ماجستير في اداره في التكنولوجي مانجمنت. وقلت لكم كرمتهم الامم المتحده في التكنولوجي مانجمنت دي، لانه قالوا في الماجستير بتاع التكنولوجي مانجمنت بيقولوا الطالب ما بتتخرج الا تحل مشكله للعالم الثالث باستخدام التكنولوجي. دي بيركلي دي ذات فيها لقمان ده، وجابوهم في انا لقيتهم في فيينا وكرموهم في اليونيدو. يعني يقول لك في الماجستير البحث بتاعك عنده شرطين، تختار دوله ديفلوبينج، تختار السودان، نيبال، نيجيريا، زي ما عايز بتقييم البنك الدولي، بلد فقيره ناميه، وتحل مشكلتها بالتكنولوجي. عشان كده قامت الامم المتحده كرمتهم وغيره. انا ما هنطول كثير، لكن لقمان دخل في المثال ده متخصص، هو استاذ في الجامعه، بانه كيف تستخدم التكنولوجيا والاركتكشر اللي هي العماره في الريسيتلمنت وتطوير واعاده تطوير الكوميونيتيز. وهتكلم لنا عن دارفور، يعني تخيل احنا عندنا زول بهذه الكفاءه ثاني بعد ما دارين احسن من كده. تفضل يا لقمان. شكرا كثير بروفيسور علام في انك انت عملت المنصه دي انه الناس تيجي تشارك باراء ومقترحاتها، والمقترحات ذاتها تتلاقح وتتلاقى وتتطاقش، وحتما دي مفيدة بالنسبة لنا نحن ذاتنا كأكاديميك كوميونيتي، وحتما المسج دي تصل للبوليسي ميكرز والناس المعنيين بالقضايا المطروحة في المنصة دي. فبكل تأكيد أي إنسان حيكون شاكر لك ومقدر لجهودك اللي بتعملها. زي ما ذكر البروفيسور، أنا اتولدت ونشأت في منطقة اسمها دار السلام أو كتال. هي منطقة محلية 60 كيلومتر جنوب الفاشر. ف يعني نشأة بتاعتي كانت في الريف لحد ما دخلت الجامعة. فأنا إنسان ريفي بامتياز، أو إنسان قروي بامتياز if you will. والحلول اللي أنا عاوز أقدمها ذاتها هي الحلول بتنبع من إحساسي ومعايشتي للواقع اللي أنا عشت فيه. فما ترجم من إنه حاجة تكون كبيرة وكده، بقدر ما إنه حاجة إنه أنا بشوفه إنه ممكن تساهم في حل قضايا بتاعت ناس I know them very well and I believe they are the stakeholders that they need to be addressed here. مباشرة أنا هشارك بالمحتوى بتاعي، فأتمنى إنه كده شايفين السكرين شير بتاعي البرزنتيشن حقي. ايوه شايفين يا لقمان. بيرفكت نايس اوكي. طيب كلكم متابعين في خلال العقدين الماضيين ده انه دارفور مرت بازمه او ازمات كبيره جدا. اكثر من 2000 قريه دمرت تماما او مسحت من الارض، يعني ما في باقي منها حاجه غير الاطلال if you will. وده شيء رقم كبير جدا يحصل في حضرتنا وفي مسامعنا في القرن 21. وفي 300,000 او اكثر من 300,000 روح ازهقت لسبب غير انه مسائل سياسيه، وراكين تطورت لانها تصل لاباده جماعيه او hatred against انه
مكونات إثنية تانية. والكلام الدار ده كله أدى لنزوح 2.5 مليون بني آدم هاجروا ديارهم لأنه اضطروا إنه يخلوا مناطقهم معظمهم قطعوا البوردرز مشوا تشاد ومشوا إفريقيا الوسطى ومشوا أوغندا وناس في ناس فرت وفزت ماتت في البحر ماشي دار تقطع الشباب طبعا عندهم طموح برضه عايزين في أوروبا عموما ففي حصل disruption و destruction للسوشيال فابريك. الآن طبعا في بشريات جديدة ببزوغ الفجر بتاعت الثورة ودي عهد جديد في السودان وحتى في في رحلة بتاعت سلام بدأت وفي ناس وقعت وفي ناس بنأمل إنه برضو يلتحقوا بالعملية السلمية لأنه نحن الآن كسودانيين كشعوب سودانية عايزين نجنب مع بعضنا ونتسامح والشعوب السودانية ما عندها مشكلة الطغمة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة أو النخب دائما هم اللي هم اللي بيخطوا الشعوب في مواجهات مرات زي ما حصل مع جنوب السودان كانت تصور إنها حرب جهادية وكده ومسلمين بالكفرة وده كلفتنا إن جزء كبير عزيز من وطننا يروح. عموما ما دارين نخوض في سياسة لكن ده البرسبكتيف أو المنطلقات اللي أنا حاولت أعمل البرامج بتاعتي عليها. طيب زي ما قلت إنه المرحلة الجاية هي مرحلة بتاعت بناء وفي زي ما قلت برضو القرى دائرة إعادة بتاعت تعمير أو إعمار. طيب قلت لازم يكون في أبروتش لأنه الناس تبني القرى دي بطرق علمية وبطرق مبنية على دراسات محددة ومستصحبة للكونتكست بتاعت المسألة في حد ذاتها. فواحد من الإشكاليات اللي أنا كنت بشوفه إنه يعني ما بنبني قطية ولا أوضة لإنسان نزح وشرت وبنقول له أرجع وداك وطنك داك قريتك أمشي حاول أعيد حياتك من جديد. That doesn't work unfortunately لأنه هو إنه كان منظومة حواليه وبتدعمه فإنه يعيش منظومة اقتصادية منظومة لحد ما ممكن تكون تعليمية ففي infrastructure حوالينه to support him إنه to live efficiently. وزي ما المتحدثين قبالي واحد كان ينبه إنه الانفراستراكشر ما هي الكباري والجسور والطرق والحياة دي انفراستراكشر basically هنا أنا بتكلم عن economical infrastructure. Okay I don't know how to advance. Okay great perfect. عندنا نموذجين أو واحد متعلق بالعمارة فإنه كيف أنا دار أحب أسميها ممكن تكون عمارة الريف كيف إنه العمارة تساهم في إنه تدفع بعملية العجلة بتاعت ال to build the economic infrastructure. زي ما قلت البناء الأساسي يبدأ ببناء الإنسان قبل ما إنك تبني القطية أو القرية. طيب ال infrastructure ال economic infrastructure بنيته على ال practices الموجودة في المنطقة بحد ذاتها. ودي سيستم اسمه تكافل صناعي أو industrial symbiosis. ده نموذج متقدم لكن أنا عاوز أسقطه للمجتمعات الفقيرة اللي عندنا هناك في مواطننا وفي بلدنا. بالمناسبة الدراسة دي هي أجريت أو أنا أجريتها في دارفور لكن هي بتنطبق على الريف السوداني كله لأنه السودان كله زي من بعضه. الغالبية بتاعت الهيومن سيتلمنت في السودان هم ابناء الريف او الناس اللي بيقطنوا الارياف بصوره عامه. طيب التكافل الصناعي ده بيكون جمله بتاعت صناعات صغيره بتتشارك في الموارد والريسورسز والويست. بيكون هي عباره عن زيرو ويست لانه في الويست بتاع انتيتي واحده بيكون مدخل او بيكون ريسورس للانتيتي اللي بليها في الترتيب. لو مش عارفين هنا في الدايجرام يعني في سيركليشن للووتر للانرجي وللماتيريال. طيب زي ما قلت عشان الحلول ما تكون غريبه
الحلول مبنيه على الممارسات الموجوده اصلا في الواقع في دارفور او غرب السودان ومعظم السودان. ادي نموذج مثلا لقريه، لكن في جمله من الكومبوننتس دي اللي هي بتساعد في انه تضع الانفراستراكشر ان بليس. طيب اول حاجه نبدا بالمويه مثلا، هو عصب الحياه او الروح بتاع الحياه. النموذج الـ image on the left ده حفيرة تقليدية موجودة في أجزاء واسعة من غرب السودان وحتى في الجزيرة في مناطق وفي مناطق تانية من شمال السودان، لكن كردفان ودارفور بصورة كبيرة بيخزنوا المياه في الخريف عشان يستخدموا بعد موسم الأمطار في الزراعة، مرات في الري، في الأغراض المنزلية الأخرى. النموذج الموجود على اليمين ده التطوير او العمليه بتاعت الترانسفورميشن للشكليه او للانفراستراكشر بتاع الحفيره ذاته، ان هي تكون كيف البايو ريميديشن ده بيحصل فيه، هو عمليه بتاعت التنقيه للمياه بطرق برضو علميه باستزراع نباتات معينه. لاحظ ان هي بايو ريميديشن ما كيميكال. النباتات دي هي بتساعد في انه تنقي المياه، وممكن مرات بيكون فيها استزراع بتاعت بعض الأسماك. وتحوير الصورة العامة تحوير البركة دي ذاتها لأنها تكون محل بتاعت recreational facility. الحاجة الثانية، أنا أحاول أمشي على النماذج دي سريع، وبالمناسبة معظم النماذج دي هي نماذج بتاع الطلبة، أعمال بتاع الطلبة. أنا درست من السمستر الفايت، لكن درست من الكورس within الكونتكست والريسيرش اللي أنا شغال فيه، فأي أساين ده منه تدو البروجيكت دي في دارفور، فجزء كبير منه من أعمالهم they have to have the credit here. دي نموذج زي ما قلت لك الحاجة كلها مربوطة أو متعلقة بالحاجة الموجودة الناس بيعرفوه بيعملوه. دي الدباغة بتاع الجلود مثلاً، كلكم الناس اللي في السنتر بيشتروا المركوب الجنيناوي والفعشراوي، وده الباك ستيج، إنه الكلام اللي بيحصل في شنو الجلود دي بتطبق كيف، الصناعات الجلدية الموجودة موجودة منتشرة بشكل كبير في الريف عندنا هناك. دي زي ما قلت التطوير للإنفراستراكشر هي بطرق جديدة، و احنا بنسميه دي استيجماتايزنج الانفراستراكشر، لان الانفراستراكشر زي ما شايفين فيها كوارث هنا. الايمج ده بيشرح اي حاجه، لكن كيف انه نقدم الكلام ده بصوره جديده، يكون فيها تصريف، يكون فيها اعاده بتاع التدوير للمحتوى، يكون فيها طريقه صحيه، وبرضه الجانب اللي بيقولوا شنو الريكريشن ما غايب دائما، انا برضه بحاول انه ادخل الاليمنتس في المشاريع دي. ده برضو تحوير للصناعة الزيوت التقليدية، برضو النموذج. أنا حاول أمشي سريع لدي زمان، ما حاول to deepen in the technical maybe explanation للبروجيكت دي. أوبس أوكي أوكي برضو الصناعة الصناعات الحرفية اليدوية، زي ما شايفون دي حبوباتنا هناك برضو بيشفوا الويفينج بالنسبة للبانتريز أو سموشن الزعف، فدي برضو فاسيليتي للكلام ده. وزي ما شايفين هو ذاته المبنى ذاته مبني بالحاجة اللي هم بينتجوه بعدين، شايفين القفف والحاجات دي. هذا مشروع أنا عملته في السنة الأولى بالنسبة لي لما كنت دخلت كلية العمارة، أو لما جيت هنا بالتقريب في الدراسات العليا. تخيلت إنه الغرف دي ذاتها هي ممكن to be used to build an architecture، وقدمت وطورت شوية حتى الغرف ذاتها بقى عندها علاقة بإنها كيف تحتفظ بالحرارة وتولي الطاقة و perhaps public Wi-Fi. فالغرف البسيطة دي ممكن تعمل عجائب برضو. Okay, this is the interior. الكواليتي اوف سبيس، دي حاجه ثانيه متعلقه ب بيقولوا شنو تجفيف المحاصيل وتخزينها.
ما أعرف يعني ذا كثير من بقية السودان برو الناس بيعرفوا المطامير العيش بالستحيد معه القطاب، والقطاب ده بيحفظوا اللهم دل الحاجة الموجودة في الإيميج إن اللفت دل براكتس الموجودة وده الترانسفورميشن ده على اليمين ده هو السولار دراير بعمل تجفيف للمنتجات الزراعية اللي هو الصلصة والتراب والبان والحاجات دي بتخزينها بطريقة علمية وبطريقة ممكن تكون حتى السمسم عشان برضو ما عندنا حاجة اسمه مصفيت تربي على حشرة بيمتص المحتوى بتاع الزيت كله من السمسم دي الطرق تانية اللي معالجتها. لو بتشوف انه الكلام ده كله مبني على low tech solution وده الحاجة اللي انا حاول اركز له حتى في القسم الثاني من من البرزنتيشن بتاعي لما اتكلم عن التكنولوجيا برضه هتكلم عن low tech solutions. Once again عادية كمان داك بالسولار دراير عشان المواد اللي تحفظ المواد الجافة او المنتجات الزراعية الجافة، هنا كمان تحفظ المواد الزراعية فريش ما يختص الخضر والفواكه دي شغالة بالنظام بتاع الايفابوريتيف كولينج. كل حاجة هنا معظمها باسيف، الايفابوريتيف كولينج هو التبريد بالتبخير يعني نفس الكونسيبت بتاع الزير هو بيبرد بطريقة باسيف، و الناس اللي بيعرفوا الايفابوريتيف كولينج يكون عارفين الكلام ده بصورة واسعة. طيب برضو عندنا هناك تدمير كبير للانفايرمنت، الايمج ان ذا ليفت دي الطريقه اللي الناس بتصنع فيه الفحم. الطريقه الثانيه المقترحه انه يكون في بايو تشاركول، ودي بيعتمد على انه المخلفات الزراعيه والمخلفات المنزليه بتعاد صياغتها بيكون فحم، والفعاليه بتاعتها اكثر اضعاف من الفحم التقليدي ده، وده برضو بيحفظ البيئة زي ما شايف. أوبس. طيب ده الفاسيليتي برضو بيشرح ال once again الفاسيليتي دي كلها. لا okay I'm gonna go ahead. ده نموذج تاني بإنتاج الطاقة عن طريق البايو دايجستشن، وده برضو تدوير لل أو بيحصل تخمير لل انا ما اعرف في vibration في echo صوت somewhere another ممكن can you unmute yourself or somebody can unmute him okay never mind. طيب دي بيتم فيها انتاج ال energy برضو otherwise the material اللي بيكون waste والwaste الناس how to deal with it المشكلة بحد ذاتها ان احنا نحاول نشوف ان المشكلة تكون solution. Okay. Can someone unmute Nadir, please? Okay. Okay. أنا بتكلم عن البايو دايجستشن هنا. دور نادر. Just listen. نادر يا جماعة. ممكن تعمل أنميوت؟ Hello. Please. دكتور نادر. Hello. ممكن تعمل. لو عملت أنميوت يكون أفضل يا جماعة عشان الصوت بس هاي. شكرا. واصل يا نعمان. شكرا جزيلا. في دارفور برضو عندنا واجزاء كثيره من السودان حتى في الخرطوم صناعه بتاعت الخزف، صناعه الفخار موجوده بصوره كبيره حتى على ضفاف النيل انا شاهدتها في توتي وفي شمباد والمناطق دي، فصناعه متجذره موجوده في السودان. فبرضو انا حاولت انه اقدم طريقه انه to revive the culture or tradition بتاعنا ده ونقدمه حتى نقدمه للعالم بصور تانية. عموما الصورة الموجودة على الخلف دي واحدة من الكرة، دي شكل الكرة، والحاجة الوحيدة اللي كانت باقية، الحاجة الوحيدة اللي انه بيخبر انه كان في حلة هنا ولا كان في تجمع سكان هنا، الحاجة الوحيدة اللي survived destruction هو الخزف ده طبعا او الفخار اقصد. فدي نموذج لبوتري اللي هو البلوشن بالعربي فخارية، المشروع برضو بتاعت انتاج بتاعت فخار، لكن هو ذاته يتقدم كأنه يكون حاجة زي المتحف to remind the people what has happened. You can see a remnants موجودة هنا، الديزاين ذاته بيستوحي الفكرة من هنا إنه حاجة دي underground facility لكن عنده elements to punching على the surface
يعني بتحاول تقلد او تحاكي ال 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 دي another rewire how انك تروي الستوري بتاعك through architecture anyway. دي الفاسيليتيز في برضو visual connections بصورة صور مختلفة حتى الإضاءة بتخش كيف بتجي كيف برضو عندها نظام محدد. طيب زي ما قلت أنا حكيت في البداية إنه السيستم الانفراستراكشر كلها تكون مترابطة مع بعضها to eliminate the waste and to also increase the efficiency and productivity. ما في زمن نشرح لكن بصورة سريعة مثلا إذا if you pick a tannery هي اللي هو الحتة اللي بيطبخ فيه الجلود. التانري مثلا بيستقبل الجلود من الاجروفورستري الموجودة. الفكرة عامة كلها هي ترانسفورميشن للنظام الرعوي والنظام التقليدي الزراعي to be agro industry. طيب زي ما قلت الجلد بيجي من الاجروفورستري. القرط او الماده اللي بتطبخ الجلد ده برضه بيجي من الاجروفورستري يعني from the backyard كانبوت. المعالج بيتم هنا الويست الويست السائل او بيقولوا شنو المخلفات السائله بتمشي للبايو ريميديشن بيحصل لها عمليه تنقيه بتجي تعاد ثانيه المويه بترجع بتشتغل من جديد عشان ما يكون في ويست. طيب المنتجات الجلدية بتمشي للجسم بتاع المنتجات الحرفية الناس تعمل مصنع جلدية والناس بتاع الويفينج برضو يشتغلوا بها هناك. المنتجات أو المخلفات الصلبة زي الشحم الموجود في الجلد بمشي لأنه للجهة اللي بتصنع بيعود تصنيعه بيبقى صابون بلدي بيشتغلوا بها الناس. الوبر والروث والحاجات بتمشي للبايو دايجستر اللي اتكلمت عنه قبل عشان ينتج طاقة. الطاقة ذاتها انتاج الطاقة لانه التفاعل اللي بيحصل بيكون anaerobic digestion منطقة مقفولة يعني بتكون حفرة لكن sealed فبينتج حاجتين بينتج ميثين اللي هو اللي ممكن يستخدم في غاز الطبخ وممكن يستخدم في اغراض تانية فيما يتعلق بالانرجي. وانه باي برودكت او الناتج عربي انا ما اعرف بالترجمة صحيحة شكل كده الباي برودكت او الناتج العربي لو برضو في حراره بينتج حراره عمليه التفاعل ده بينتج حراره. الحراره دي بتستخدم في الحرق الاولي للفخار المصنوع فانها حتى الهيت العمليه متكامله بتشتغل زي البيئه الايكولوجي الايكو سيستم يو هاف اولموست زيرو ويست فالمسمى بتاع السيستم ده اسمه ايكو اندستري. اوكي يبدو انه انتهينا من الحلول المعماريه. نحاول نتكلم عن حاجه بسيطه انا بسميه disruptive technology زي ما جبال حكيت او بديت اتكلم عنه انه how to transform التكنولوجي. وانا زي ما برضه عشان البروف علام فجاه لقيت نفسي في فضاء تكنولوجي متقدم للغايه هنا في الجامعه بتاعت بيركلي واحده من الجامعات ممكن ثلاثة ولا أربعة اللي هم بيقدموا حلول استراتيجية. التكنولوجيا بتاعت أمريكا كلها معتمدة على الجامعات دي يعني حتى الأتوميك بوم كان طور في بدايته في اللاب جنبينا اسمه أوبنهايم بروجكت قبل ما إنه يودوا للميليتري. anyhow جامعة الريسورسز هنا متاحة كبيرة شديد ففي خلال الفترة الفايتة طورنا نظام بتاعت بنسميه additive manufacturing. طيب ده هو بالاسم البسيط هو 3D printing. كل الناس بيعرفوا ال 2 dimensional printing اللي هو الطباعة في الورق print out الناس بيعرفوا الشيتات بتاعكم في الجامعات ودي طبعا طباعة بالحبر والطباعة 2 dimensional يعني في السطح. الحاجة الثانية ممكن ناس كثيرة برضو تعرفه لكن ما كل الناس اللي هو 3D printing أو 3 dimensional printing ودي بتطبع ممكن objects ممكن أنا أجيب حاجة غيري وبالمكان أطبع لحد ما أحصل على حاجة 3 dimensional 2 dimensional حاجة على مسطح يعني زي الpaper على الخط الأفقي. طيب
طيب برضو معظم الناس بيعرفوا ال 3 dimensional لكن بيعرفوا عن الانتاج ال PLA اللي هو البلاستيكس والحاجات دي. عموما اللاب بتاعي او البروفيسور انا كنت شغال معه على امتداد 4 سنين فايتر، انا كنت طالب في الجامعه دي، طورنا طباعه بمواد كثيره جدا، مخلفات بتاعت روبر تايرز بملح ب ايرث ماتيريال ويست، عملنا اشغال او اختبارات كثيره. واحد من الحاجات اللي انا عجباني جدا واللي حاسس شغالين فيه وقارين، حتى بدينا نبني نطبع اركتكتشر، بنطبع مباني غرف مثلا من الطين. لكن انا هنا عاوز اشارك بحاجه بسيطه اللي هو بروجكت انا اشتغلت فيه برضه في الايام الفايته او في السنه الفايته، اللي هو طباعه بتاعت موقع من الطين. وزي ما قلت انا عاوز اقدم حلول لو تك سوليوشنز، لانه ده الحاجه اللي ممكن بتفيد الناس هناك وبتشتغل مع الناس هناك ويذن الامكانيات الموجوده عند الناس هناك. طيب الموقع ده برضه انا ما هاخد في التكنيكال ديسكريبشن بتاعه، لكن بيعمل حاجتين او ثلاث حاجات. اول حاجه زي ما قلت من الطين، فالموست الطين يعني ubiquitous، موجوده متوفره في اي حته، رخيصه و almost for free يعني you can pick it from anywhere. الميزه الثانيه الموقع الطيني ده بالطريقه المصممه دي هي عندها مدرجه فيها نظام بتاع تدوير للهواء الساخن، ودي بيحرق بيقدر بيضخ preheated oxygen للمنطقه اللي بيحرق فيها، فبيحول الدخان للهب. ف it is smokeless cook stove. الإفشنسي بتاعته عالية الآن، يعني almost 4 أضعاف بتاعت الموقد الموجود عندنا، الكانون أو اللداي اللي بنعمل من 3 أحجار دي، الناس اللي في الكرة بيعرف الكلام ده. فمثلا يعني الحطب اللي انت بتستخدمه عشان تطبخ به وجبة، الآن ممكن بالموقد ده بيطبخ لك 4 وجبات، يعني الإفشنسي 4 times، كل لقة حطب واحدة ممكن يقضي لك أغراض كثيرة جدا. دي نماذج مختلفة configurations different configurations عشان ما تتمهم أمزجة كثير أو style كثير بتاع الطبخ. عموما بس مقترحات، دي كان دعاية البروفيسور بتاع الجامعة، عملت لهم غدا في البيت بالغدا السوداني بالموقع ده ذاته، هو smokeless as I said before. عموما الدراسة جارية الآن وهي ذاتها جزء من الـ intellectual property بتاعت الجامعة. أنا I don't know how much I've gone so far to explain الكلام ده، لأنه الجامعة شغالة معي الآن to patent الـ invention ده كـproject. دي حاجة موجودة في الجامعة عندنا، والجامعة طبعا حريصة لأنه تعمل الكلام الحياة الريسيرش اللي بتطلع من الجامعة وعندها استخدامات او عندها implication او application في real life. الجامعة حريصة انه to be patent. عموما برضو الدراسة اللي انا جريتها في دارفور هناك، دارفور فيها حوالي 10 مليون نسمة حسب الإحصائية بتاعت 2017، almost 10 million الزمن داك. فأنا مقترح انه اعمل 4 مليون قطعة عشان اي هاوس هولد، اي اسره يكون عندهم الموقع ده. بعدها برضو احنا هنتوسع لنغطي السودان كله، لكن الفيجن الكبيره بتاعي دار الان عندي كونفرسيشنز قائمه مع او دائره مع الساينتفك كوميونتي هنا في او الاكاديميك كوميونتي في البي اريا عندنا هنا في سان فرانسيسكو، وبرضو مع تك كومبانيز في السيليكون فالي. زي ما قلت عندنا الفضاء هنا، المنصه عامره بالضجيج عالي او انرجي عالي بتاعت innovation، بتاعت how also to take innovation into real life. Resources abundant here, abundance, there's abundance of research for sort of research and resources, how to take your research into real life product. نقطتين صغيرات اللي هي دار اشير لها، انه لو اتطبقت مثلا عملنا implication throughout Darfur region. في دارفور في الدراسة بتاعتي أنا لقيت إنه كل أسرة يومياً بتنفق ما يقارب $0.8 في الحطب والفحم والحاجات دي.
طبعا دي ما 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 بس اللي هو انت مشيت وبيعتها او قطعتها مثلا 8 hours انه مشيت كولكت الفاير وود, لكن برضو الكوست الكوست الانفايرمنتال كوست, لانه انت قطعت الشجره والشجره دي عندها فوائد كثيره ودي دي فرستريشن وحاجات كثيره, الشجره ذاتها هي منتجه وكده. عموما الاكشوال برايس بالاضافه للتكلفه البيئيه بتعادل 0.8 دولار, حاجه زي 200 تقريبا 200 جنيه سوداني في الوقت الراهن. دي اي اسره بتنفقه يوميا فانه تعمل حطب. الافشنسي بتاع الاستوف ده بيوفر 146 مليون دولار سنويا اللي اذروايز بتمشي للكوست بتاعت الفاير وود. الناس ما بتحس به لانه الكلام ده ما بنستورد من برا, ما زي الوقود, عشان كده ما بندفع هارد كرنسي, ما بندفع دولار, لكن برضو عندنا بيردن كبير, عندنا ساعات مهدره, عندنا عمل, عندنا عمله محليه بندور عشان ما نشتغل به, عندنا برضو ايكونوميكال اثر اوف انفايرمنتال كوست, ودي حاجات ما قاعدين نحسبها, لكن امبليكيشن الستوف ده بيغطي الكلام ده. شيء ثاني برضو لو دار تحسب برضو بيتوفر 370 مليون كيلوغرام بتاعت فاير وود برضو سنويا. وفي حاجات تانية عندها علاقة بالكربون والكربون ماركت السودان مثلا, الطن بتاع الكربون السوشيال كوست بتاعه 10 دولار, فده برضو بعمل سيفنج لحاجات تانية في كربون ماركت الآن جلوبال, انه هاو تو سيل, انت لو عملت ريدكشن للكربون انك كيف تعمل سيل للجهات اللي هي عندها كاب عالي. عموما ده نقاش ما دار اخش فيه, لكن امن انه قدرت قدمت رؤية عن انه الناس تفهم اللو تك سوليوشنز انه ممكن تكون تغير حياة الناس بهذه الطريقة. To this point I think I should stop and I look forward to your questions. شكرا جزيلا. شكرا لك يا لغمان. شكرا جزيلا يا بنحلم بفضاء أوسع, بنحلم بزمن أجمل, بلاد ميلاد, بلاد ميلاد. لا فيه